B have a mass of 0.12 and 0.08 kilograms. يبقى أنا عندي particle A ب 0.12 kilograms SI unit مظبوط, و particle B ب 0.08 kilograms SI unit مظبوط. لو كانت in tons لازم أحولها لكيلوغرامز. They are initially at rest. يبقى الاثنين بزيرو. هما هيخبطوا في بعض ازاي؟ هنشوف. At rest on a smooth horizontal table, particle A is given an impulse in the direction of AB so that it moves with a speed of 3 towards B. يبقى انا دلوقتي في الكوليجن ده انا ما بدرس غير particle A, direction دي positive, فعشان كده طلعت هنا ب 3 meters per second. ما بدرس غير particle A في الحته دي. الراجل بيقول لي find the magnitude of the impulse. الرول بتاعت الامبلس هي I equals M V minus U. This means in I equals 0.12 V ب 3 minus U اللي هي ب 0, فهتبقى 3 times 0.12 will give me 0.36. هنا الراجل بيقول لي state your unit. هو مش طبيعي ان هو يقول لي state your unit, بس هنا السؤال بيقول لي state your unit. احنا متعودين الاسئله في النوتس, طبعا احنا بنحل page 276, متعودين الاسئله اللي في النوتس بيبقى فيها افكار, فانا عارف ان اليونت is newton second. كده انا خلصت. ايه شكرا. immediately after the particles collide, قلت له استنى بقى انا هنا هدرس A و B, فلازم ارسم رسمة جديدة. هتكلم على A which is 0.12, وهتكلم على B which is 0.08 kilograms. النهاردة بقى خلاص A دي رايحة على B بسبيد of 3 meters per second, ودي واقفة مكانها. هيحصل ايه؟ The speed of A is 1.2, its direction of motion being unchanged. يعني دي ماشية كده 1.2 meter per second. B اكيد هتكمل كده, ده logic لان الاثنين ماشيين على نفس اللاين بسبيد اوف V مثلا, وفور شور الفيلوسيتي اوف V او السبيد اوف V دي اكبر من الفاليو بتاع 1.2 ده, فور شور دي ما فيهاش نقاش. طيب عايز ايه يا راجل؟ find the speed of B immediately after the collision. عشان اطلع على speed of B immediately after the collision هنمشي اليو اللي انا لسه قايلها من شويه. تعالوا نبص كده على اليو اللي انا لسه قايلها. هعمل ايه؟ هكتب الماس بتاع دي equal الماس بتاع دي. نركز كده انا هعمل ايه عشان نحلها في ثانيه من غير ما اقعد اعمل steps كتيره. الماس الاولاني 0.12, هفتح براكت equals 0.08 وهفتح براكت. ده اللي انا كنت بقوله في الشرح, هيبقى واضح هنا بقى اكتر. هعمل 3 minus 1.2, حرف اليو اللي انا كنت بقول بمشي اللي هي دي minus دي equals دي minus دي في v minus 0, and then I can easily get الايه, I can easily get الانسر عن طريق ان انا اطلع ال V. فهم عامل ال V subject, طبعا احنا بتوع AS بقى فحنجز شوية, اللي هي 0.12 3 minus 1.2 over 0.08, وديت دي الناحية التانية بالdivided هتطلع 2.7. الراجل ما طلبش هنا to state the unit, فانا كتبت unit, كتبت ما كتبتش يونت انا حر. بعد كده الراجل بيقول لي find the magnitude of the impulse exerted on A in the collision. الراجل عايز magnitude of the impulse exerted on A من الكوليجن, فاقول له في C ال impulse on A is الويت بتاعها في ايه؟ الطبيعي ان هي v minus u, بس دي ماشيه عكس الدايركشن, فالمفروض اديها نيجاتيف ساين فهعكس.
هتبقى 3 - 1.2. الطبيعي تاني ان انا اعمل دي ماينس دي، بس احنا متفقين ان الدايركشن جاي كده. الامبلس هي الخبطه، بص كده تخيل دي بي والاي ودي الخبطه جايه لها من ناحيه النيجاتيف، الخبطه ماشيه نيجاتيف، فالامبلس بالنيجاتيف ماشي من هنا لهنا، فبعكس بدل ما بعمل في ماينس يو هعمل يو ماينس في. الامبلس لازم هيطلع لي الماجنيتيود بتاعه ب 0.216.